كلب مش لازم تربيه، الجزء رقم 25. كلب الألباي، كلب جبار جدا، مرعب، قوي، ضخم، ولقبه محطم الذئاب، وهو من نفس فئة الكانجار والقوقازي. فوظيفته الأساسية رعاية المواشي وحمايتهم. هلأ من الشغلات الغريبة في هذا الكلب إنك ما بينفع تخربط عليه طبيعة عمله. هذا الكلب بيجي منه تقريبا 3 أنواع، وكل نوع متخصص بشيء. اللي بيكون عنده حس عالي فبنفع لتربية المواشي، اللي عنده قوة وجبروت فبنفع يكون كلب قتال، اللي عنده عزيمة وفقدان ثقة بالغرباء بنفع يكون كلب حراسة، لكنه كفؤ في المكان اللي بتحطه فيه. فهون بدك بيت له أرض واسعة يقدر يسرح ويمرح فيها، مش تكون ساكن لي في شقة وتحكي لي بده اياه يحميني، جارك أبو العبد بحميك أو اتصل علي. هلأ اسمعوا كيف بيكون سيناريو الدفاع عندهم. شخص غريب قريب من البيت، الألباي الأنثى حتحس وحتبدأ تنبح وحتكون البداية معاها، لكن بعد هيك بتتراجع لورا وبتعطي مجال للألباي الذكر انه يبدأ القتال. هلأ هي بترجع مش لأنه هي بدها، لا، الذكر بيخليها ترجع. فالألباي الذكر يعتبر متحكم جدا بالأنثى، بذكركم بحد. فهون الشخص الغريب بتعامل مع فريق عنده خطة ومتفقين كيف يبدو وينهوا الحرب. أنا حكيت عن معظم الكلاب إنك لازم تعودهم يشوفوا الغرباء ويختلطوا فيهم من مصغرهم، هاي القاعدة ما بتنطبق على هذا الكلب نهائيا، فما راح تحتاج تحط وقت في هيك تدريب. فأنا أعتقد إنه هذا إشي منيح. وبعضهم عندهم غريزة يحموا ضد البشر أكثر بكثير من إنهم يحموا ضد الحيوانات الثانية. الكلاب ممكن تدربهم إنهم يحموك ويحموا عيلتك، فهون أنت بتكون طورت من قدراتهم لشيء بيخدم مصلحتك. لكن مع الألباي انت هون بتستخدم غريزته وبتديرها بدون اي تدريب منك. هلأ لو بدك اياه فعلا للحراسة فانا بصراحة بنصحك فيه، لكن اتحمل انت مسؤولياته، ومن الاخر اذا انت مش قد المسؤولية سيبك منه ومش لازم تربيه.